الفائز هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2013 هو The name is الفائز هو إذن كريستيانو رونالدو. فعلها إذن كريستيانو. ويعود للتربع على عرش العالم. Boa noite. مساء الخير. ليست لدي كلمات لأصف هذه الحالة. أنا سعيد للغاية. أشكر كل زملائي في الريال مدريد وفي المنتخب البرتغالي، كل أسرتي الحاضرة هنا معي. شرف كبير بعد كل هذه التضحيات أن أحصل على هذه الجائزة. أعتقد أن أشكر مدير الأعمال والرئيس وكل كل المتواجدين هنا. أيضا أشير إلى اسم أوزيبيو ونحيي ابني وكل أسرتي المتواجدين هنا. الإحساس قوي جدا. أشكر الجميع، لا أستطيع التعبير الآن. شكرا لكم. نهنئ كل الفائزين. أستدعيكم كلكم.